مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم. يا رب دايما تكونوا في صحة وسعادة. يوم جديد وحلقة جديدة وبرنامجكم مع شيرين. النهاردة يوم الثلاث 2 يونيو 2020 وعشرة من شوال 1441. فيروس كورونا بيواصل تفشيه حول العالم رغم الاحترازات الإجرائية اللي بتقوم بيها كل دولة. للأسف إن فيروس كورونا هو وباء، وباء عالمي على مستوى العالم كله، وعلينا ان احنا ناخد بالنا كويس جدا من الاجراءات الاحترازيه اللي كل دوله بتقوم بيها، وبيتبع المواطن التعليمات لاجراءات الوقايه للحد من تفشي فيروس كورونا. هو عدو لكل البشريه، ليس له جنسيه ولا حدود جغرافيه. كلنا بنقع في نفس المشكله، كلنا بنحاول ان احنا يكون عندنا إرادة قوية وعزيمة لأن احنا نتصدى لهذا الوباء ونتبع كل الإجراءات الوقائية، ومن ضمنها هنا طبعا ارتداء الكمامات. الكمامات شيء مهم جدا جدا علينا كلنا، أن كل مواطن لازم يلبس الكمامة للحفاظ على صحته وصحة أسرته طبعا، واللي مش هيلبسها هيدفع غرامة 4000 جنيه. ده قرار نازل من الحكومة على طول. لازم في كل مشوار طبعا لازم نرتدي الكمامة لأن هي شيء مهم جدا. ممكن يكون 100 واحد مصاب بفيروس كورونا مثلا، 50 منهم بيبان عندهم الأعراض، و50 تانيين ما بيبانش الأعراض خالص، ما بتبانش عليهم أبدا. فبالتالي لازم نلبس الكمامة. عايزة أروح مشوار، في أقابل صاحبتي، في حاجة معينة في الشغل، أنا نازلة مثلا شغلي، لازم أرتديها وألبسها كويس جدا. طبعا هي شيء مهم جدا لان طبعا فتره الحضانه الوباء ده او الفيروس طبعا ما بتبانش على الشخص، فبالتالي لازم نلبسها، وهي فعلا بتحافظ كويس جدا على الشخص اللي قدامه. طبعا هنعرف اكتر واكتر طبعا عن ان انا استخدمها ازاي وطريقتها ازاي معايا وامتى البسها طبعا، وهنعرف حاجات كتيره مع الدكتور على الهاتف الأستاذ أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق. أهلا بحضرتك يا دكتور أحمد. أهلا وسهلا، الله يكرمك. أهلا بك. شرفتني يا دكتور أحمد، وكان نفسنا حضرتك تكون معانا. طبعا حضرتك قيمة كبيرة جدا. الله يخليك، الله يديك الصحة يا مرحبا. أهلا بك. أهلا بحضرتك دكتور أحمد. طبعا الكمامات شيء مهم جدا في الفترة اللي احنا فيها دي يا دكتور أحمد، فأهمية الكمامة وإزاي نستخدمها بطريقة صحيحة للحد من تفشي فيروس كورونا. اولا الكمامه خط الدفاع، طبعا احنا بنعتبرها خط الدفاع الاول، بتقلل فرص انتشار فيروس كورونا بنسبه 90% في حال ارتداء الجميع ولبس هذا القناع. يعني عندنا انواع كثيره من الاقنعه، ولكن احنا بنقول الاول ما بنبدا بنقول والله الاول ازاي ان احنا نلبس القناع. تنظيف الايدي الاول بالماء والصابون او تطهيرها بالكحول، وبعدين نيجي نلبس القناع. ثانيا التعامل مع القناع من خلال الاربطه او من خلال الاستك. احنا بنغطي الفم والانف، بنغطي الفم والانف مع وجود عدم وجود فجوات بين الكمامه والوجه. اصل فعلا يا دكتور احمد في ناس بتنزلها شويه. ما انا هتكلم ان شاء الله. تجنب لمس القناع اثناء استخدامه، وده كان كارثه كبيره، لأن القناع عبارة عن هو مصد للرذاذ المتطاير من المريض والميكروبات اللي هي موجودة في الجو إذا كان كورونا أو غيره. فملمس الوجه الخارجي للقناع أكنني وسيلة أنني بدمر نفسي، ووسيلة نقل العدوى، بنقله عن طريق إيدي وأحط إيدي بق بعد كده أو في الفم وما إلى غير ذلك. في ناس بيحطوا القناع عند دقنهم كده، ده من ضمن الكوارث الكبرى. تحت هنا كده. لان القناع محط القناع عند دقن، ان هو الدقن دي عباره عن سطح، والسطح ده بيكون بيتراكم عليه الفيروسات زي ما احنا عارفين. لما نحط القناع على الدقن كده بعبيها بالفيروس والميكروب، وبعدين نحطها على الانف والفم، فبيكون مصدر قوي جدا ومصدر خطير لعدوى
وزبير، يعني اكنه يا ريت ما لبس هذا القناع. الحاجه الثانيه احنا بنقول ان القناع دون هو الامان، والقناع احنا قلنا خط الدفاع الاول، حتى طبعا امريكا حتى نتخلص من القناع بنمسكه من ورا من ناحيه الاذن من ناحيه الاربطه والبلاستيك طبعا، وطبعا نحطه في اقرب سله مهملات بيكون مغطاه دون لمس الجزء الامامي اللي هو بيكون مصدر عدوى. طبعا القناع طبعا ده مهم جدا لطاقم طبعا الطاقم الطبي اللي كان اللي هو القناع الجراحي. القناع الجراحي احنا عندنا يمكن حتى احنا بنحط باعتبارنا ان هذا الطاقم قصدي هذا القناع لو احنا قلنا على مستوى العالم ابص تلاقي ان احنا محتاجين 89 مليون قناع شهريا، مما يؤدي الى طبعا انخفاض قيمه الاقنعه. يعني معنى عشان ما نتطرقش في الموضوع يعني قصدي اقول لما يكون القناع يعني مهم جدا حافز مهم جدا طبعا لمنع المرض اذا كان كورونا او غيره. نعم مظبوط يا دكتور. وثلاث حاجات حضرتك قلتهم مهمين جدا، ان انا ما انزلش القناع او الكمامه بايدي، ثانيا ما انزلهاش عند دقني، ثالثا اقلعها من الاساتك من ورا والودان، وفي نفس الوقت ارميها ما ارميهاش في الشارع، لا ارميها في مكان في سله المهملات واقفل عليها كويس جدا. الحاجه بقى المهمه الثانيه لما افرض مثلا انا قاعد في مكتبي وعايز بس اريح نفسي شويه كده واقلع القناع احطه جنبي، طبعا لما اجي البسه ثاني